منك طيفك مع حلم جميل، وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال يا عبير روحي هناك شوية هيقولوا لك عبير مش عارف. مشاهدينا عدنا نكمل باقي فقراتنا. طبعا الرسم والموهبة ما يتقنها إلا كل شخص لديه فنان في داخله أو فنان بالفطرة حتى يعكس هذا النوع من الإبداع بطرق مختلفة، ومن هذه الطرق المختلفة هي الفن التشكيلي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معايا ضيفتي في الاستديو دكتورة عزة الشهري، حياك الله. أهلين دكتورة، أهلا فيك عزة. طبعا في البداية يعني تميزت كل واحد تقريبا باللون الأسود، فلو تحكي لنا يعني عن هذا السر. هو زي ما تقولين فن جديد في السعودية اللي هو الدارك ارت، يتكلم عن اللون الأسود او الغموض. بالنسبة لي انا اشوف اللون الأسود هو لون البراءة والصفاء، نعم، غير عن اللون الأبيض والألوان الثانية. اي جميل. طيب دكتور عزة، اشرحي لي بداياتك في الرسم، خصوصا ان انت طبيبة علاج طبيعي، فالقفزة من العلاج الطبيعي للرسم، كيف بدأتي في مشروع الرسم أو موضوع الرسم؟ بالنسبة للرسم لما كنت صغيرة بدأت أرسم وتطورت معي لحد ما كبرت، ووقفت أثناء الجامعة. وقفت أثناء الجامعة لأن كانت الدراسة صعبة شوي. حلو. ورجعت لما تخرجت. غريب إنك أنت كنت حابة الرسم من وأنت طفلة، ما فكرت إنك لما تجي بتتخصصي في الجامعة إنك مثلا تتخصصي فنون أو رسم أو حاجة لها علاقة في الرسم، علاج طبيعي؟ والله أنا حاولت الصراحة بس إنه كان معدلي كويس. استخسرتها. طيب إيش اللي يميز لوحاتك عن غيرك؟ في شيء ثاني غير اللون الأسود؟ تقريبا الغموض، ما خلي اللوحة واضحة، خلي الشخص أحيانا تبغى الشخصي. أيوه. يفكر زيادة عشان يستنتج إيش الصورة أو الهدف من الرسمة. طب هذا دائما الفنان التشكيلي بالذات ما يكون في رسالة وراء لوحاته، إيش رسالة عزة؟ الصفاء للعالم. السلام. إيه والسلام. World peace. يعني أنا أشجع صراحة موهبة زي كذا يا جماعة، دكتورة وفي نفس الوقت فنانة تشكيلية، وفي كثير ترى زي كذا عندنا في المملكة أو في الوطن ككل، يعني في جميع دول العالم ممكن تلاقي أحد عنده تخصص معين بس منمي موهبته في شيء ثاني. يعني أول شيء أنا جدا سعيدة فيكي. أبغى أعرف كمان، يعني هي غزة سألتك على البدايات موهبة ونميتيها، بس ما تحسي إنه أوقات مثلا ممكن تصادفك مشكلة أثناء أنت دكتورة علاج طبيعي، طيب اثناء ادائك لهذه المهنه تواجهك مشكله ما وتقومي تفشي خلقك في لوحه؟ تقريبا. ايش اكثر لوحه معروفه لك؟ اللي هي السول، ذا دارك سول، هي اللوحه المعروفه. دارك سول. يس. عن ايش تتكلم او ايش الرساله الموجهه من هذه اللوحه؟ هي تقريبا كانه سولو. هذه هي كانت اي واحده فيهم الدارك سول اللي هي لحالها، واحده لحالها الثانيه. ايه مو الجمجمة. اي هذه هي. ايه لما تخوف ترى عزة. طب ممكن تشرحي لنا للناس ايش هي الدارك سول؟ هي سول الروح سودا، هي روح سودا الوحش تقريبا. الهدف منها انه حتى لو كان مثلا الروح سودا او الوحش يكون في طيبة او يكون في شيء مميز فيه. ارجع استفسر منك، انت تقصدي بهذه الروح روح وحش او روح الانسان السوداء؟ يعني في دارك سايد لكل انسان يعني. إيه؟ تقصدي فيها إيه؟ الدارك سايد للانسان، الجانب المظلم لكل شخص. بالضبط. اوكي. طب خليني اسالك يعني بخصوص اختيارك للوح والرسمات، هل ايش القياسات اللي بتحاولي دائما ترسمي عليها او ما يفرق معك؟ لا اختار القياسات الكبيره تقريبا. تحب القياسات إيه؟ الكبيره. وبالعاده ايش الانواع الالوان اللي بتستعمليها؟ اكريليك او زيتيه. اي هذا اللي استخدمها، والفحم. طب هنا في اخر صوره انت رسمتيها، كلمينا شوي عن قبل هذه الذهبيه. الذهبيه هذه رسمتها بالفحم، هي حالاتها والستيج في الدبريشن والاكتئاب للمراه اللي تمر فيها والوضعيات اللي تستخدمها او اللي تصير لها وقت الاكتئاب. طب انا ابغى اعرف شيء الحين، انا حاسه من رسماتك تعبر كثير فيها ديبريشن، فيها حزن، دارك سايد. ليش؟ هل هذا في شيء داخلي؟ حلوه هذه الرسمه. لا هي تعبر انه حتى لو كان يعني الانسان في حاله اكتئاب او في حاله
لازم يكون شيء جميل لان الفن شيء جميل. طب اسال حاجه، انت هل بتخلطي الفحم مع مواد اخرى ولا بس تستخدم الفحم؟ هي استخدم الفحم في اشياء ثانيه، استخدمها مع الزيت، استخدمها مع البخاخات، يتكون عندي الاشكال هذه. هنا تقريبا 5 رسمات داخلها زي الفرق. طيب هذه اللوحه ايش الاحساس اللي فيها؟ هي تقريبا 5 رسمات اذا تشوفونها. هل هذه مرايا؟ كانها في مرايا؟ ناس في مرايا، في ناس. لا لا لا، هي الرسمه نفسها وخليتها زي الفجوه وحواليها فحم. حواليها فحم، انه الانسان اذا وصل لهذه المرحله الفحم او النار صعب الانسان يتخطاه بسهوله او يعدي من عليه. في ترى معنى دفين جدا وعميق يعني يصعب. طب انت بتشرحي للناس لما بتحطي لوحه كذا تخلي كل واحد هو ياخذها بمفهوم ولا بتشرحي لهم ايش هي؟ اول شيء اخلي الانسان ياخذ وقته في التفكير، اشوف ايش توصل له، بعدين اشرح له المعنى. طيب كدكتوره ايضا ممكن لما احد يعلق، يعني احد يشوف هذه اللوحه يقول لك انه في انا شايف 1 2 3، ممكن تحللي شخصيته من هذا من هذه الناحيه؟ تقريبا تقدري. ايه. اوكي. طب في احد مثلا بيكون اوريدي مكتئب بيشوف اللوحه ممكن يحس انه هذا هو، يعني لقى نفسه في اللوحه؟ إيه، خاصه هذه اللوحه. إيه. طب فسري لنا هذه اللوحه. هذه لوحة تقريبا تعبر عن البين او شيء زي كذا. ايه البين، الالم، عن البين الالم. إيه؟ يعني انت هنا في هذه اللوحة عبرتي عن الالم. ايه انه ايش، انه انسان اسود. ايه، وهذا اكثر شيء الناس يعني توصلوا له، والناس يعني كثير ناس لما إيه؟ شافوا اللوحة هذه قالوا انه الم. ايه انت ايش شايفة غزل؟ معليش يعني عذرا، يعني انا عن نفسي في هذه اللوحة للأمانة يعني منك عارفة؟ ضايقتني، يعني ما حسيت نفسي، أنا آسفة بس كده حسيت أنك أنت يمكن جيتي على مثلا أماكن زعل، أيوة حساسة. لا طب رؤى، في مجال مثلا أعرف أنت أول ما شفتي اللوحة هذه إيش كانت وجهة نظرك أو يعني أنا أشوفها سوداوية جدا ومكتئبة، ما أقدر أشوف يعني أنت فيها شيء كويس. أيوة. من جوا ما أعرف، هذا من وجهة نظري. طب كيف أيوة كيف في عندك لوحة أو عندك شيء عملتيه وأنت عندك حالة سعادة وكانت مختلفة تماماً عن هذا الستايل حقك؟ الجمجمة. الجمجمة هي السعادة؟ الجمجمة سعادة عشان فيها ألوان يعني ولا إيش؟ بالضبط. عزة أقدر أسألك، إذا بدأت أنا من ناحية أخصائية، أقدر أسألك إذا أنت عانيتي من شيء مثلاً وحابة أنه أنت تحطيه في اللوحة هذه؟ لا، أنا حابة بس أوضح للناس أنه ليش الناس يعني مثلاً تحاول انها تخفي مثلا الالم. فانت يعني بلوحاتك اتحدثت عن معاناه الناس كلها. إيه؟ اظهرتيها في اللوحه كفن. كفن جميل. يعني انت تقصدين بناس اكيد لامسوا عواطفك؟ اكيد. ايه اكيد. يعني هذول الناس اللي انت بترسمي عنهم الا ما يكونوا انت تعرفيهم، الا ما يكون انه مثلا حزنتي عليهم، وصلتي لمرحله انه ممكن يكونوا اصدقاء صديقات عندك. بالضبط. صحيح. طب عزه الوان، يعني ما جربتي مثلا انه تلمسي مثلا اماكن السعاده في كل انسان ممكن وتطلعيها في لوحه؟ بلاش الاسود يعني يطلع شوي. يعني اوكي طلعي الالم، شيء حلو انك تعبري عن الالم، بس هي قصدها انه كمان طلعي الجانب الحلو، الجانب السعيد المشرق. في ناس كثير حبيت اللاين اللي يعني تميزت كثير. أيه هو هذا ستايلها. بس خليني اسالك، كيف تشوفي دعم المراكز بالموهوبين وكيف تحاول دائما تطورهم او توجههم او تسقل موهبتهم؟ في الفترات الاخيره صار في مسك ارت وكذا، كانت يعني كويسه تساعد، بس قبل ما كان في احد راح يدعم او يشوف الفن، كان الرسم كنوع من انواع الفن. كان محصور على الناس. اي ايه فقط. المعارض كيف ساعدت عزة؟ المعارض خلت الناس يشوفون الفن الجديد لكل انسان. لو اقدر انا اسالك سؤال الان، شعورك الحالي لما تبغي تجسديه في لوحه كيف راح يتجسد الان وانت في سيدتي؟ لقافة. شوي توتر على شوي. احنا حلوين. وحتطلع اللوحه سوداء ومتوتره. لا الله يسلمك. لا طب حتطلع اللوحه سوداء، انا كيف ترسميني حبيبتي؟ ترى كيف يعني دائما تستخدم الفحم والاشياء دي؟ بالعكس انا ابغاكي يعني اليوم اذا هتجسدي شعورك في سيدتي لازم يكون شيء حلو.
رجاء. لا نبغى ما هي انا شوف بالنسبه لي لازم ترسمها شيء لوحده كذا لازم الحدو. ترسمها عشان توريك اياها الحين اعطينا رساله امل من خلال هاللوحات اللي احنا شايفينها. ايوه لازم لازم. ايش رساله خلينا نختمها بامل. الله يخليك انا بحب الامل. كل انسان يطلع الموهبه اللي بداخله مهما كانت، مهما كان الانتقاد، مهما كان شيء جديد ما حد شافه، لازم الانسان يثق بنفسه ويستمر على الشيء اللي راح يسويه. صحيح. حلو جميل صحيح. يعني عزة انا مره مبسوطه. هي انت خايفه مني؟ لا. عزة مره شكرا لتواجدك معنا اليوم. وانا سعيده في لوحتك ومتاكده انه انت راح ترسمي لوحه تجسدني. اوكي انا دائما سعيده ومبسوطه. مره شكرا لتواجدك معنا وبالتوفيق يا رب. طبعا انت دكتوره. في الفاصل المشاهدين راح نخليها تعالجنا بعلاج طبيعي. ها فاصل ونرجع. وان غبت ولو حتى شويه كلمني.